والله يرحمه مسكين، كان واحد انسان طيب وكان انسان مزيان وكان كيتعامل حتى المعامله ديالو كانت مزيانه. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه ويغفر ليه صراحه. هي انسان كان زوين، كان الله يعمر راته، والمعامله ديالو الناس هنا في الجيران كلشي كيشهد عليه بانه كان انسان طيب، ما كيتخاصم مع حد، ما كيخصل حتى شي واحد. والله يرحمه في هذا النهار، الله يرحمه الله يرحمه. ايوا مسكين حتى هو كان معاناه شويه ومشاكل مع العائله ديالو، والحمد لله اخر راه تصالح مع الوليدات ديالو بخير وعلى خير. هذا ما كان وتنعرفوه من نهار تبنات بيسي وحنا تنعرفوه، كان انسان طيب. اخر ما باش بسيعة ودابا شي تقريبا واحد الشهر تقريبا انا باش ما بقيتش كان كيريح معايا نيت مسكين. هو انسان صراحه الله يغفر ليه والله يرحمه في هذا النهار، يرحم جميع المسلمين كافه اجمعين. واش غنقول لك، راه بنادم اللي كيزيد فيه شويه وصافي، ما مشاكل اي انسان عنده مشاكل مع ولادو، كل عائله راه عندها مشاكل، ما كاينش اللي عايش بلا مشاكل، حياه بلا مشاكل ماشي حياه. والله يرحمه هادشي اللي غنقولو صافي. الله يرحمه مسكين وصافي. الله يرحمه مسكين، الصراحه كان السيد اجل معقول، ما تشوفش منه لعيب الصراحه. ديما كندوز انا في الصباح كنلقاه مريح انا، السلام عليكم، كندوز عليه با وشحال المدة هادي كان عيان مسكين، المدة هادي ما بانش هنايا الصراحة. الصراحة واحد المدة غبر هنايا ما بقيناش كنشوفو، تسولنا عليه راه مشى ما عرفناش اخبارو فين. وما ديما كندوز كنجي من الخدمة كنلقى مريح هنايا كندوز السلام عليكم، ولكن ما لا ما عمري جبت معاه الموضوع ديال الولد الصراحة. واحد المرة كنجي عندو هنا ايوا هادشي اللي كان، الله يرحمو مسكين. نتمنو ليه الرحمة اخويا، وكان اطيب خلق الله. الكلمه الوحيده اللي كانت يقول لي تيشوفني معبس مع الصباح تيقول لي خليك ديما ضاحك، راه غدوز باش ما عطا الله. هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي تنعرف عليه انايا. نصيحه وحده كانت يقول لي ديما ضحك، تفيق الصباح ضحك، حاول تصلي وخرج ضحك. نتمنوا ليه الرحمه والمغفره ويا ربي الفردوس الاعلى.